السلام عليكم، راح نكفي نحن اليوم بدرس الكاباسيتورز. صرنا بالبارت نمبر 3. اليوم راح تكون حصة كتير مهمة، الأفكار اللي فيها كلها سوا بالعادة بتجي نفسها هي ذاتها بالمسابقات وبأسئلة الشهادة إذا الله أراد. كنا عم نحكي، بس هيك بدنا نعمل ريفيو صغيرة على الأشياء اللي كنا عم ناخذها قبل. كنا عم نحكي عن الـ RC series circuit، قلنا إنه في عنا سيركت شكله هيك، بقلبه ريزيستر وكاباسيتر وجنريتر. قلنا انه هذا الجنريتر هو لو فريكونسي جنريتر، في بقلبه او ديليفرينج ا فولتج اوف اي، عندها فاليو اي باول هاف بيريود وعندها فاليو زيرو بتاني هاف بيريود. يعني باول هاف بيريود ات ويل اكت از ا باتري، بينما بسكند هاف بيريود ات ويل اكت از ا كونكتنج واير. يعني بالسكند هاف بيريود ويل هاف اونلي ا كاباسيتر اند ا ريزيستر ان ذا سيركت. نحن عم نحكي اليوم، بس ما حاحكي عن السكند هاف بيريود هيدي، لا نحن حنحكي عن اول بارت اللي بتحكي عن وجود جنريتر اند ريزيستور اند ا كاباسيتور ان ذا سيركت مع بعضهم. فنحن عم نحكي بهيدي، يعني طبعا اذا كان التايم هون، اذا عم نحكي هيدا هون التايم وهون الفولتج، فنحن عم نحكي التي هون ايكوال زيرو. بلشنا من هون، بدي احكي من هالنقطة لهالنقطة بس، يعني انا فعليا بدي احكي بس بهيدي البارت. قلنا انه هيدي البارت، نحن شو هدفنا من الموضوع كله سوا اساسا؟ يعني نحن هدفنا من هالتشابتر كله سوا، نحن في عنا انه الكتريكال كومبوننت اسمها كاباسيتر. هيدي الكاباسيتر نحن عم نعملها ستادي. الكاباسيتر في لها كثير استعمالات، بكره حتشوفوا بالمسابقات او بالدورات او بهيك شيء، كثير حتشوفوا استعمالات لها الكاباسيتر. مثل ما نحن عنا الريزيستور هو عباره عن انسترومنت شغلته مثلا يعمل بروتكشن للسيركت، ممكن هذا الريزيستور يكون عنده شغل انه يعمل لنا هيتينج مثلا، نستفاد من التدفئه، كثير اشياء في له استعمالات بهذه الطريقه. فنفس الموضوع، نحن عندنا الكاباسيتور. الكاباسيتور جينا نحن جبنا تو بليتس وحطينا بيناتهم انسوليتر وشفنا شو حيصير اذا حطينا بقلب سيركت. هذا الهدف، نحن بدنا نعمل ستادي لهذا الكاباسيتور كيف بيتصرف بوجود باتري بقلب او بوجوده مع باتري بقلب سيركت، لنشوف شو حيصير معنا. فاللي عملناه هون نحن وقت اذا ذاكرين قلنا انه في عندي الفولتج اكروس ذا ريزيستور هي ار تايمز اي اكوردنج تو اومز لو. الفولتج اكروس ذا كاباسيتور طلعت معنا هي عباره عن كيو ديفايدد باي سي. طبعا هون كيو هي تشارج اوف ذا ارمتشر اوف وان ارمتشر اوف ذا كاباسيتور، او بنسميها تشارج اوف ذا كاباسيتور، وسي هي الكاباسيتنس اوف ذا كاباسيتور. و نحن شو شغلتنا اول شيء؟ جينا لنعمل ستادي. اول شيء عملناه وصلنا اوسيلوسكوب على هذا السيركت بشكل انه نحن نشوف الفولتج اكروس ذا كاباسيتور والفولتج اكروس ذا جنريتور. فهذا اللي عملناه، طلعت معنا اذا ذاكرين طلع معنا هذا المنظر، انه الفولتج اكروس ذا جنريتور عم تكون مثل ما اللوجيك بيقول، مثل ما المنطق بيقول، انه حتكون شكلها هيك وترجع بتصفر ترجع بتطلع مثل ما اتفقنا هون. ان هيدي هي هيدي هي او هول هن الفاليوز تاعون الفولتج اكروس ذا جنريتور. بينما التاني وحده اللي هي يو كاباسيتور، لاحظنا انه الفولتج اكروس ذا كاباسيتور عم تكون زيرو انيشلي، عم تطلع شوي شوي لحتى فاينلي توصل للماكسيموم فاليو اللي هي فاليو تاعت الفولت تاعت الجنريتور. او بالحقيقه هي مش قد، هي اقل بشوي صغيره لانه في عندي فولتج اكروس ذا ريزيستور بنحكي عنها، او ممكن تكون قد حسب بنشوف بقلب الاكسرسايزز. فهيدي الفكره اللي هون اللي عملها. طبعا هون لا، هي بالحقيقه لازم تكون بالاخر لا، الفولتج قد الفولتج على الكاباسيتور، الفولتج للكاباسيتور بتساوي فولتج للجنريتور. بعتذر هذه غلط. فاذا فاينلي لازم تصير الفولتج للكاباسيتور بتساوي الفولتج للجنريتور فاينلي. فشو عملنا هون؟ قلنا نحن رجعنا بعدين شو عملنا؟ شلنا الكونكشنز تاعون الاوسيلوسكوب، وهالمره وصلناها على الجنريتور وعلى الريزيستور. طلعت معنا انه الفولتج اكروس ذا ريزيستور هي بروبورشنال على الكارنت، لانه نحن الاوسيلوسكوب ات كانوت ميجر او ات كانوت فيجواليز ذا كارنت، ات اونلي كان فيجواليز ذا فولتج. فنحن بنعرف انه يو ايكوالز ار تايمز اي، فاذا اي او يو ار از ذا ايمج اوف اي، يعني نفس المنظر تاعت اليو ار راح يكون نفس الشيب عندها اياها الاي، بس مضروبه او فرق بيناتهم هي ار، يعني اليو ار هي ار تايمز اي. يعني انا الشيب بتاعت الفولتج بيكفي اني انا اقسمها او الفولتج بتاعت الريزيستور الفولتج، يعني بيكفي اني اقسمها على الريزيستنس لحتى اجيب الفاليو ذا الكارنت ات ايتش تايم. فطلعت معنا الفاليو ذا الكارنت هي ان ذيس واي، بهالطريقه. طبعا انا عم احكي باول بارت هون، هيدي اللي هون هي المنطقه لهون، يعني هي ما اذا خلني فيها هلا بحكي عنها بعدين اذا الله رضى.
فهيدي بهيدي انه بهيدي البارت طلع معنا المنظر هيك، طلعت معنا الكارنت ات واز ماكسيموم، هي بالحقيقه الفولتج واز ماكسيموم اوف ذا ريزيستور، وبالتالي الكارنت ويل بيجن at a maximum value and then it will decrease until it becomes zero finally. طيب ليش عم يصير معنا هيك؟ نحن وقتها طبعا هون على السريع قلنا بدنا نعمل interpretation، جينا بدنا نعمل interpretation شو اللي صار معنا؟ قلنا انه في عندي انا شيء اسمه phase of charging، charging of the capacitor. حنعمل interpretation كحكي كشو what happens in real life in reality، وحنرجع بعدين نعمل لها interpretation mathematical interpretation لحتى نقدر نعمل مثل ترجمة انه كماث للاشياء اللي عم تصير قدامنا، لانه كل شيء بالفيزيكس هو بطريقة او باخرى متعلق بالماث او قادرين نحن نحله او قادرين نفسره باستعمال mathematical equations. فكا interpretation نحن اللي صارت معنا انه هون الفولتج هون مثلا بكون في عندي هيدا كان نيوترال، الكاباسيتر هون كان نيوترال، فهون هيدي كأنه أنا أخذت ال positive direction هيك like this، فإذا هون الباتري رح يكون شكله هيك، فهون في عندي positive pole رح يعمل attraction electrons من هالميلة، وبالتالي رح يصير في عندي flow of electrons in this way فلحتى يعبوا هون. طبعا هون صار في عندي كمية electrons كبيرة، شو حيصيروا؟ حيدفشوا الالكترونز اللي موجودين على second pole of the battery، فالالكترونز حيطلعوا من هون حيفوتوا على الكاباسيتر من تاني ميلة. لاحظوا انه الالكترونز اللي فايتين او اللي طالعين من الكاباسيتر وفايتين على الباتري غير الالكترونز اللي طالعين من الباتري فايتين على الكاباسيتر. ليه؟ لانه اصلا الكاباسيتر هو عبارة عن two plates، ما اتفقنا هو two plates like this؟ يعني هو هون في عندي vacuum وفي عندي insulator بيناتهم، يعني ما في عندي flow of electrons بهالطريقة او بهالطريقة، ما حيمرق الكارنت بقلب الكاباسيتر من هالبليت لهالبليت، لا. فهون كأنه open circuit بس الكارنت حيمشي، شفتوا الفكرة كيف؟ هي هالحلاوتها. السبب هذا طبعا انتو لازم تكون اخذينها بالجريد 10 هي by induction، انه الالكترونز بيعملوا repulsion للالكترونز من بعيد لبعيد، ونفس الشيء البروتونز او البوزيتيف charges بنفس الطريقة. فهيدي الفكرة. فإذا الكارنت حتكون بعكس، إذا كان الإلكترونز عم يمشوا in this way فإذا الكارنت رح تكون in the opposite way like this، وهذا شيء منطقي لأن الكارنت حتطلع من البوزيتيف بول اوف ذا باتري. هيدي شغلة. وهون هيدي الفيز بهيدي الحالة بعد فترة اكتشفنا انه ما بقى في عندي إلكترونز هون، أغلبيتهم راحوا لهالميلة، فما بقى في عندي flow of electrons، وبالتالي صار في عندي الفولتج تاعت الباتري او اذا بدكم اليو جنريتور نحكي عنها بعد شوي بتساوي يو ريزيستور بلس يو كاباسيتور. طيب فاينلي لما فول هذا الكاباسيتور ات ويل ستور الكتريك انرجي، فلما فول على الاخر ما بقى في مجال بقى للالكترونز يطلعوا، فما بقى في الكترونز يعني ما في كارنت، ما في كارنت يعني الار تايمز اي حتطير، فصارت اليو جنريتور بتساوي يو كاباسيتور، وهذا الشيء اللي بنشوفه بالاخر هون. ونفس الشيء موضوع الكارنت، فاينلي الكارنت حتصفر لانه there is no flow of electrons، فهذا تحليل او مثل تفسير للشيء اللي شفناه قدامنا هون. طبعا هذا التفسير اللي عم نحكي عنه هون هو عباره عن qualitative interpretation، يعني quality، ما في عندي quantity، ما في عندي شيء. فهلا بدنا نحكي شوي صغير اليوم كمان عن موضوع ال quantitative interpretation، هي بدنا نحكي فيه عن شيء اسمه differential equation. فهون ال UAB بتساوي E، نحن بنعرف ال UA اللي هي ال U across the voltage أو ال voltage across the generator، ال UAM هي بتساوي R times I من هون لهون voltage across the resistor، وال voltage across the capacitor هي UMB بتساوي U capacitor. ف according to the law of unique of addition of voltages in series، فال voltage للباتري بتساوي ال voltage لهول الاثنين. طيب فبحب اعمل ريبليس لكل شيء بقيمته مثل ما اتفقنا قبل، وبنرجع بنعمل اليو سي او الاي بتساوي دي كيو على دي تي، والكيو هي سي يو سي، فصارت انا اقدر احط محل الاي هي ار سي دي يو سي على دي تي، يعني هون اتفقنا هي دي ار سي دي يو سي على دي تي، فصارت معنا ار سي دي يو سي على دي تي بلس يو سي بتساوي اي. طبعا هيدي الديفرنشال ايكويشن اتفقنا سميناها، هذه مسميها first order differential equation، رجعنا قصدناها على RC لنرتب شكلها شوي بس ترتيب ما اكتر، فينا نخليها هيك no problem بس الافضل نخليها هيك. فهون عملنا مثل هذه differential equation first order differential equation that governs او gives us the variation of UC as function of time
during the charging phase. طبعا هيدي differential equation في لك في لها solution, في لك conclusion, يعني احنا قادرين احنا نحلها, في لها في answer, final answer لليو سي. هون اليو سي هي الانون, فهيدي اليو سي اذا معي انا هيدي differential equation اللي هون, اذا انا بدي حلها كماس انا ما بيهمني كيف تنحل كماس, انا بيهمني كدايركت انسر, هي حتكون اليو سي بتساوي يو اي تايمز 1 ماينس اي ماينس تي على تاو, واتفقنا انه هون الاي هي الفولتج اوف ذا باتري, الاي هي اكسبوننشال, والتي هي التايم, والتاو بتساوي ار تايمز سي, هيدي ار تايمز سي, فيك طبعا دغري ماينس تي على ار سي ما في مشكله. فهون انا قادر فوت الاي لجوا, فاذا عملت لها اكسباند بيطلع معنا هيك. هلا هون ممكن يطرح علينا سؤال, طبعا هذا حنحكي عنه بالتفصيل بعدين كبروبلمز كاكسرسايزز, بس كفكره ممكن لنا اوقات فيريفاي ذات يو سي از ايكوال تو اي ماينس, وهيدي يعني هون is the solution for the above differential equation knowing that tau equals r times c. طبعا هون عم يعطيني هيدي, طبعا هيدي مش بالضروره يكون شكلها هيك, ممكن يكون بكره بنحكي عنها بالاكسرسايزز, مثلا ممكن يعطينا اليو سي بتساوي الفا بلس بيتا اي ماينس تي على ار سي هي سولوشن او على تاو, ديترمين الفا بيتا اند تاو سو ذات ذس از ذا سولوشن فور ذس ديفرنشال ايكويشن, نحكي عنها بكره اذا الله راد بالاكسرسايزز. بس هون عم يقول لي فيريفاي ذات يو سي هي سولوشن, طبعا هون نفس الفكره اذا ذاكرين لما كنا عم نحكي نحن اكس دبليو برايم بلس كي على ام اكس بتساوي 0, فهون انا الاكس بتساوي اكس ماكس كوساين اوميجا 0 تي بلس فاي, نفس الموضوع ما بدي ارجع عيد كل شيء, نفس الفكره بس هون عندي اكس ماكس اوميجا 0 فاي كانوا تو بي ديترمند, هون في عندي الفا بيتا انت بكل بساطه. بس انا هلا ما عم اشتغل هيك, عم اشتغل على هيدي. كيف بدي برهن انا هي سولوشن؟ هي سهله بكل بساطه, بنعملها ديريفيتيف وبنعملها ريبليس فوق بس, ولازم يطلع معنا الفاينل انسر هو اي على ار سي. يعني انا بعمل ديريفيتيف لليو سي بحطها هون بلس 1 على ار سي تايمز يو سي اللي هي هيدي, لازم يطلع الفاينل انسر اي على ار سي, اذا طلعت اي على ار سي يعني اتس ا سولوشن. فبكل بساطه بنعمل ديريفيتيف دي يو سي على دي تي بتساوي 0, طبعا ليه؟ لانه ديريفيتيف لهيدي برايم الاي هي كونستانت حتروح ماينس اي تايمز اي تو ذا باور ماينس تي على تاو, الاي هي كونستانت مضروبه بهيدي اللي هي اكسبوننشال فورم اللي هي فاريبل. طبعا انتم بتعرفوا انه الاي يو برايم هي يو برايم اي يو, ف هيدي الماينس اي ليكي تركناها مثل ما هي, اليو برايم اي يو ليكي الاي تايمز الاي تو ذا باور يو ليكي ما تغيرت, بس الرقم اللي فوق او الاكسبرشن اللي فوق بنعملها ديريفيتيف تحت, يعني هي ماينس تي على تاو برايم. طيب ماينس تي على تاو برايم ما هي ماينس 1 على تاو تايمز تي برايم. طيب اذا هي بتساوي هيك يعني بكل بساطه هي كونستانت تايمز تايم, يعني هي الكونستانت. طيب في ماينس برا وهي ماينس, صاروا 2 ماينس صاروا بلس, صار الفاينل شيب شكلها هي هيك يعني اذا بدكم, فحيصير معنا هي ماينس 1 على تاو, وطبعا ديريفيتيف لهيدي, طبعا هون هي ماينس تايمز ماينس بيطلع بلس, فحصير معنا اي على تاو اي ماينس تي على تاو, طبعا هون عم قلنا هو تاو انه بتساوي ار تايمز سي, في فينا نرجع نبدلها بعد شوي اكيد. فصارت هون معنا الديريفيتيف لليو سي وذ ريسبكت تو تايم صار معي اياها. طب اذا بنعمل سبستيوشن ان ذا ديفرنشال ايكويشن لليو سي والديو سي على دي تي, لاحظوا ما بحطها ايكوالز ار على اي على ار سي لانه هيدي مطلوب مني برهنها. طيب فالدي يو سي على دي تي بتساوي اي على تاو اي ماينس تي على تاو, عملت لها ريبليس بلس 1 على ار سي اللي هي هيدي لكي تايمز يو سي اللي هي هي, عملت لهم ريبليس. شو بنشتغل بعدين؟ خلينا نعمل اكسباند لهيدي, فحيطلع معنا اي على تاو اي ماينس تي على تاو ما تغيرت مثل ما هي, بلس اي على ار سي اللي هي هيدي ماينس اي على ار سي تايمز اي تو ذا باور ماينس تي على تاو هيدي لكن. طيب بس هون لاحظوا هيدا الترم وهيدا الترم, شو الفرق بيناتهم؟ هو ذاته بس الفرق انه هيدي التاو وهيدي ار سي, بس بالتاو بتساوي ار سي, يعني هيدي اي على ار سي اذا بدكم فيكم تكتبوا دغري اي على ار سي اي ماينس تي على تاو ماينس اي على ار سي اي ماينس تي على تاو, يعني صاروا صفر, بتساوي اي على ار سي انا هيك شتو عيني. This is the solution of the differential equation, so it's verified. هيدي فكرة. الفكرة الثانية, طبعا احنا هون عم نعمل مثل ما اتفقنا على differential equation of the voltage, يعني احنا عم نحكي عن UC هون, هلا بعد شوي حاعملكم عن شيء ثاني او مرة الجاي. ف
فحنعمل جرافيك ريبريزنتيشن اوف ذا سولوشن، شوفوا شو حاشتغل. هيدي السولوشن طلعوا على تي ايكوال زيرو، انا ما بدي ارسمها، طب لحتى ارسمها انا بدي اختار كذا بارتيكولر بوينت، لانها مزعجه رسمتها شوي. فعلى تي ايكوال زيرو حاخذها، على تي ايكوال زيرو فصارت شو صارت معي؟ يو سي ايكوالز اي تايمز 1 ماينس اي تو ذا باور زيرو على تاو، يعني اي تو ذا باور زيرو، اي تو ذا باور زيرو هي 1، فاذا صار جوا 1 ماينس 1 لانه هيدي 1، ف 1 ماينس 1 ايكوالز 0 تايمز اي يعني بيطلع 0 فولت، يعني على تي ايكوال 0 ذير از نو فولتج اكروس ذا كاباسيتور. هذا منطقي. ليه؟ لانه كانت اليو سي بلس يو ار بتساوي يو جي، ف انيشالي كانت الكارنت هي ماكسيموم، ما هيك اتفقنا بالكيرف اللي طلعت معنا، وكانت اليو سي هي 0، وهذا الشيء اللي طلع معنا بالكيرف كمان. ليك اذا بترجعوا للكيرف ليك الكيرف لايك ذس، بلشت من زيرو اليو سي، لكي هذا شيء منطقي، يعني الشغل اللي عملناه ككالكوليشن بيعملنا بروف للشيء اللي عملناه قبل اللي شفناه قدامنا يعني. طيب اذا اخذنا على تي ايكوالز تاو مثلا، انا هون معي تاو، على تاو صارت اليو سي شو بتساوي؟ اليو سي بتساوي اي تايمز 1 ماينس اي ماينس تاو على تاو، طب تاو على تاو شو بتساوي؟ بتساوي 1، يعني اي ماينس 1، اي ماينس 1 شو هي؟ على الكالكوليتر هي 0.37، 1 minus 0.37 بيطلع 0.63، هذا رقم كتير مهم حيلزم لك كتير بعدين، times E يعني على tau صارت ال value لل voltage لتاعت الكاباستر هي 0.63 E. شو يعني 0.63؟ يعني على مرور tau 63% من الكاباستر is charged. هلا شوفوا كيف. طب بعد مرور 5 tau، بعد مرور 5 tau بنحط محل tau محل T 5 tau، فصارت تاو على تاو طارو، فصارت e to the power minus 5، e to the power minus 5 رقم كتير صغير بتاع 0.01، يعني 0.99 او 99 e، يعني تقريبا بتساوي e، يعني على ال 5 تاو صارت الفولتج للكاباسيتر بتساوي الفولتج للباتري، يعني تقريبا يعني صارت practically fully charged، صارت مشارجة على الاخر، لانه خلص صارت الفولتج لقلو بتساوي الفولتج للبطارية، ما بقى يصير شي بقى. شوفوا شو حاشتغل هون. اللي حاعمله على t equals 0 مثل ما اتفقنا ال uc equals 0 لكيه، هيدي ال uc equals 0. طيب على t equals tau شو حيصير؟ ال voltage uc بتساوي 0.63 من ال e. طب ما هال e maximum value، بنضربها ب 0.63، يعني تطلعوا مثلا انا هون عندي مثلا square 2 3 4 5، يعني ال e هي 5 squares مثلا، فانا بدي 63، يعني فوق النص بشوي، فالنص هو هون 6 هون، يعني اكثر شوي صغيرة 6 3 هون، فهون على هيدي الفاليو، معلش على هيدي الفاليو هي 0.63 e، قد ايه التايم كان مرق؟ كانت مرق تايم تاو، وهذا الشيء اللي باين معنا هون. طب بعد مرور 5 تاو، شو يعني بعد مرور 5 تاو؟ طب المربع هو تاو طلعت معنا، 5 تاو يعني 5 مربعات، يعني مربع 2 3 4 5، بعد مرور 5 تاو هيدي 5 تاو طلعوا على قد صار الكاباسيتور is really fully charged والفولتج لقلو بتساوي ايه، وهذه الرسمة قدامكم موجودة. طبعا هون في ريمارك بدي اعطيها، شو هي التاو؟ التاو قبل هول، التاو هي عبارة عن تايم، هي وقت at which عم بحكي، طبعا تاو في إلها two definitions، عم بحكي انا هلأ بحالة ال charging phase، بالdischarging phase هنحكي عنها بعدين حيكون في إلها غير interpretation. فin the in the charging phase tau is the time at which هو time at which 63% of the capacitor is charged. بدي اياكم تعرفوا موضوع رقم 63%، 63 هذا مهم هذا الرقم. فشوفوا كيف انا بقدر اجيب التاو. التاو اول شغله اذا بدكم كيف انا لا اقدر اجيب التاو هلا، خلينا نحكي عنها بعد شوي. هلا هون الدي يو سي على دي تي ايكوالز تو 0، عفوا الدي يو سي على دي تي هي شو؟ الدي يو سي على دي تي، لحظة شوي معلش خليني بسمح، الدي يو سي على دي تي بتساوي هالقد، هي اي على تاو اي ماينس تي على تاو.
على t equal 0 ما هي بتساوي يعني محل t بحط 0 يعني derivative لهيدي على t equal 0 هي على tau لأنه هون e 0 هي 1. طيب شو هي derivative of uc with respect to time؟ الديريفيتيف اذا بدي اتذكركم شغلي بالجريد 9 مثلا، اذا هون عندي y وهون عندي x، عندي straight line، طب ما شكله هيدا y بتساوي ax. طيب اذا انا بدي اعمل derivative of y with respect to x شو بيطلع معي؟ ما بيطلع معي a، ما بيطلع يعني شو يعني هو؟ يعني هو سلوب. يعني هلا الديريفيتيف اذا هون بدل ال-UC بدل الواي حطيت مثلا uc وبدل الاكس حطيت t، فما صارت معي uc بتساوي a times t، يعني derivative of u c with respect to time بتساوي a. طلعوا طلعوا لك هيدي هي الفكرة. طب هيدي عبارة عن شو؟ طلعوا ها ال a ما هي constant ما هي slope. طيب هيدي هي اللاين اللي أنا عم بحكي عنه. هذا اللاين هو tangent to the curve على t equal 0. دايما tangent to the curve هي بتكون derivative لألو، يعني خاصة بالderivative، ماشي؟ فأنا هون tangent to the curve على t equal 0 هي هيدي. طيب وهي بتساوي slope لألا، هي بتساوي slope للي هي e على tau. فإذا هيدي tangent إذا بنعمل لها slope، ليه؟ لأنه هون ما شكلها straight increasing climb passing through the origin، لكن نفس المنظر اللي هون. فهون هيدي اللي عم يطلع معي هون انه dUC على dt بتساوي e على tau، هيدي بنسميها slope of the tangent to the curve at t equals 0 اللي هي هون. طيب هيدي التانجنت اللي هي derivative، طب هيدي ما بتساوي الانجل ثيتا او التانجنت لهيدي الانجل ثيتا؟ يعني هذا عم بحكي انا هون ماس، ما بعرف يعني هذا شغله مات ما بدها شيء. طيب graphically the slope of the tangent شو هي؟ شوفوا حمحي هول. اوكي اللي حيصير معي طلعوا بهيدا التراينجل، هيدا التراينجل طبعا لحظة هون لازم يكون اوكي هذا اللاين البلو وان وهيدا. طيب تانجنت ستة، تانجنت هيدا الانجل ما بتساوي بقلب هيدا التراينجل الاحمر اللي رسمته هلا، ما بتساوي الاوبوزيت على ادجيسنت. شو هي الاوبوزيت؟ opposite على على الثيتا هي هيدي. طب مين ها؟ ما هي اي لك هي هيدي اي على هاي الفاليو اللي هون. طب هي منها تي 1؟ طب هي تي 1. طب كثير منيح طلع معي هيك المنظر، بس دي يو سي على دي تي هي تانجنت مثل ما اتفقنا لانه هي سلوب، ماشي؟ طيب فاذا الدي يو سي على دي تي لك نحن جايبينها هي اي على تاو، والتانجنت ثيتا هي اي على تي 1 اللي هي هات تي 1 لكي. فاذا اي على تي 1 بتساوي اي على تاو. طب اذا عملنا هون سمبليفيكيشن ما بيطلع معنا 1 على تي 1 بتساوي 1 على تاو، يعني تي او تاو بتساوي تي 1، يعني هيدي تي 1 الطايم اللي طلعت معنا هون هي تاو. طب انا هون شو عملت؟ هيدي عباره عن لاين which intersects the asymptote to the curve. هيدا الكيرف، هيدي الكيرف اللي هون ما في عندها asymptote بالنهايه. طيب لما بيكون في عندنا asymptote اذا ال intersecting point between the tangent to the curve at t equal 0 وال asymptote بهيدي ال point they will intersect at a point. هيدي ال point عندها abscissa t1. مين هيدي t1؟ هي tau طلعت معنا. هلا عملنا proof. طيب هلا هون الفكرة اللي بهمني انا اقول لكم اياها انه طبعا هذا الشيء حاحكي بعد شوي هلا هيك باختصار مشان اذا ضعتوا شوي بترجعوا تستوعبوا الافكار بسهولة. شوفوا شو الفكرة هون. انا معي اول فيز، هالفيز الاولى اللي هي الفيز اللي بتكون فيها اليو سي عم بتغير اللي هي هوم خلاص، يعني هيدي البارت، هيدي البارت بدها لها اسم اسمها ترانزينت فيز. ترانزينت فيز يعني وير ات ويتش ذا يو سي از فاريبل. الفيز الثانيه هي بعد منها صارت كونستانت فبنسميها بيرمننت فيز، يعني هيدي خلاص صارت بيرمننتلي ات ويل بي لايك ذس. ترانزينت فيز يعني هي transitory phase إذا بتكون، أو هي عبارة عن phase at which the voltage across the capacitor عم تغير فيه تلخبط، بس نوصل لهون هي صرنا بالpermanent phase. هلا هون الفكرة إنه transient phase أخذت وقت 5 tau، يعني على أي time ببلش الpermanent phase على 5 tau والtau هي RC. هيدي شغلة.
كيف نحن قادرين نجيب التاو جرافيكلي هلأ؟ هيدي بارت كتير مهمة. نحن لنجيب التاو جرافيكلي في عنا ثلاث طرق. أول طريقة بكل بساطة بنشوف بنعمل الاسيمتوت على ال t equal z على ال على الكيرف هيدي الاسيمتوت. طبعا هالاسيمتوت اللي هي ايه؟ اوكي هالاسيمتوت هي ايه؟ طيب بنرجع شو بنشتغل؟ بنجيب هيدي الاي وبنضربها ب 0.63. يعني فرضا طلعت الاي مثلا معيها 100 فولت مثلا، فبنجيب 0.63 تايمز اي يعني بيطلع قد 63 فولت. فانا اذا فرضا هون كانت مثلا 100 فبناخذ على 63 فولت هيدي الفاليو لها، او عفوا لحظه اوكي هيدي الفاليو لها هون، هيدي الفاليو تاعت 0.63 اي. طيب شو بنشتغل منه هون؟ هالبوينت بناخذها بارلل على التايم على الهوريزونتال لاين لحتى تضقر وين بالكيرف. بس تضقر بالكيرف هالبوينت عندها ابسيسا تاو، هي طريقه بعيده. الاي هي ماكسيموم فاليو، بناخذ 0.63 تايمز هيدي الفاليو اللي هون بيطلع معنا فاليو على على هذا الاكسس. هذا الفاليو بنعمله او بناخده لوين؟ بروجكشن على الـ على الفولتج. من هذا الفولتج بنعمله بيربنديكولار على الاكس اكسس بيطلع معنا التايم اللي هو تاو. الطريقه الثانيه لنجيب التاو، الطريقه الثانيه هي طبعا لك اذا بدكم بيطلع معنا بهالطريقه. الطريقه الثانيه هي بنجيب التانجنت تو ذا كيرف ات تي ايكوال 0. هيدي التانجنت البوينت اوف انترسكشن بتوين ذيس تانجنت اند ذا اسيمتوت، هاي بوينت اوف انترسكشن، هالبوينت عند ابسيسا تاو. نفس الموضوع هيدي شغله. الطريقه الثالثه اني انا بجيب 5 تاو. يعني كيف يعني 5 تاو؟ بشوف وين وصلت هيدي الفولتج لتاعت الكاباستر صارت خلاص ستادي فيز، بنسميها بيرمننت او ستادي فيز. فهون وصلت للماكسيموم فاليو خلاص it will be constant. هالفاليو هي قد ايه؟ هي 5 تاو. برجع ما جبت ال 5 تاو رأي بقص مع 5 بيطلع معي التاو. طيب هول هن اللي ثلاث طرق. فاذا بناخذ اول شغله الاي بنعمل ضرب 0.63، بناخذ الفاليو تاعت التاتا وهيدي البوينت الانترسكشن مع الكيرف عند ابسيسا تاو. الطريقه الثانيه بنعمل تانجنت تو ذا كيرف على بنعمل انترسكشن مع الاسيمتوت حيطلع معي هون هالبوينت عند ابسيسا تاو. الطريقه الثالثه بنشوف اي ما تبلش اي ما تخلص الترانزينت فيز وبلش ستادي فيز او البيرمننت فيز هون بيكون مرق وقت 5 تاو، بنرجع بنقص مع 5 لنجيب التاو. طبعا هون اي طريقه نحن بنستعمل بالعاده ما بنستعمل طريقه التانجنت الا اذا هني رسمين للتانجنت او اذا هني عطونا التانجنت، يعني او اعطونا انه طلبوا من اجبرونا نستعمل، لانه التانجنت صعب تقدروا ترسموه انتم بيرفكتلي على رسمتكم. فبالعادي اذا عطيكم تانجنت بنفضل نستعملها، اذا لا بنطنش على الموضوع. اذا عطيني الفاليو للاي بنضرب 0.63 وبنجيب الفاليو. اذا ما عطاني لها ولا هي عطاني بس تايم الفاليوز تاعت التايم فبناخذ ال5 تاو. يعني حسب هون شو عندنا شغل، يعني حسب شو عطينا معلومات. هلا بعد ما جبنا الديفرنشال ايكويشن ان تيرمز اوف يو سي، هلا حجيب نفس الموضوع بس المره حجيب ديفرنشال ايكويشن ان تيرمز اوف ذا كيو ذا تشارج. طبعا هون ما تغير شيء. اليو اي بي بتساوي اي هي فولتج ذات جنريتور، يو اي ام بتساوي ار اي. طب انا ما بدي اي، بدي حول هيدي الفاليو لشيء بقلبه كيو. طب ايه هيني ما الاي بتساوي دي كيو على دي تي بس بدلتها. طب اليو ام بي بين الام والبي ما بتساوي يو سي. طب انا هون ما بقى خليها يو سي مثل قبل لانه انا ما بدي ديفرنشال ايكويشن ان يو سي، بدي ديفرنشال ايكويشن ان كيو. فبكل بساطه بعمل ريبليس لليو سي بقيمتها هي كيو على سي، فحيطلع معي بعمل له ريبليس اكوردنج تو ذا لو اوف اديشن. لاحظتوا كيف؟ يعني انا دائما بتطلع على شو؟ دائما بتطلع على انا بدي ديفرنشال ايكويشن ان شو؟ ان يو سي ولا ان كيو ولا ان اي. فانا هون بدي ديفرنشال ايكويشن ان كيو، فبدي اعمل replace لا terms اللي انا معي هون بشي بقلبهم كيو. الاي هي constant ما فيني اعمل فيها شيء، الاي حولتها لدي كيو على دي تي واليو سي حولتها لكيو على سي. بالقبل لما كنا عم نشتغل قبل كنا عم نحكي عن differential equation of يو سي، بهيدي الحاله هون يو سي ما بقى في داعي اغيرها، الاي بدي احولها ليو سي فبعمل الكيو هون لسي يو سي برجع بطلع السي لبرا فصارت ار سي دي يو سي على دي تي. يعني بجرب حول كل شيء ليو سي. طيب
فنفس الموضوع بنعمله ريبليس، حيطلع معنا الشكل هيك. هيدي بنعملها ديفايدد باي ار، حيطلع معنا دي كيو على دي تي بلس كيو على ار سي بتساوي اي على ار. طبعا فيكم تحطوا ال 1 على ار سي على جنب مشان تبين معكم هيدي ديفرنشال ايكويشن ان تيرمز اوف كيو بكل بساطه. طبعا هون الفكره، هون قبل هيدي الفكره، هون انه انا في عندي يو سي بتساوي كيو على سي، يعني اذا بدكم الكيو هي سي تايمز يو سي. بكل بساطه انا هلا هون اذا بدي هيدي السي يو سي، يعني هلا الكيو اليو سي هني بروبورشنال، يعني اذا بدي اجي ارسم الكيو الشارج اكروس الكاباسيتور اس فانكشن اوف تايم راح تكون بروبورشنال على اليو سي. فنفس المنظر راح يكون في عندنا نفس الكالكوليشنز، هون في عندي كيو، هون في عندي كيو ماكس اكبر فاليو ممكن توصل له، بناخذها مثلا 0.63 كيو ماكس نجيب التاو، بتكون فولي تشارج على الكيو 5 تاو، ما تغير شيء ابدا. فنفس الافكار اللي كنا اخذناها بالفولتج هون عندنا اياها زاد. هلا للمره الجايه حاطلب منكم انكم انتم تقدروا تجربوا تطلعوا لي differential equation of current I. ما بدي هالمرة in UC ولا in Q، بدي in I. بالنهاية طبعا لازم يطلع شكلها ككيرف هيك، ما هيك طلع معنا من شوي. يعني هلأ بهيدي differential equation لازم يطلع معنا solution لقلها، shape لقله اذا بنرسمه بيطلع معنا شكله هيك I as function of time. طبعا هيدي رح تكون homework للمرة الجاي، فكروا فيها كتير منيح وبنرجع بنكفي المرة الجاي اذا الله.